حصل سمير هاندروفيتش على 7.3. حصل المدافع شكنيريال على 8.2. حصل دافيد فريج على 8.3 كرجل المباراة. حصل باستوني على 7.6. حصل دريميان على 7.3. حصل أشلي يونغ على 7.6. حصل إريكسن على 7.3. حصل سيسن على 7. حصل بروفوزيتش على 7.3. حصل أليكسيس سانشيز على 6.4. حصل لوكاكو على 6.3. حصل أشرف حكيمي على 6.8. حصل لاوتارو مارتينيز على 6.6.